المباراه الاخيره هي مباراه الداخليه والرجاء. كابتن علاء عبد العال النهارده المدير الفني الكف لفريق الداخليه تالق على وتفوق على نفسه الحقيقه، وقدر ان هو يفوز بخمسه اهداف مقابل هدفين. لما كولين في الدقيقه 40 من زمن المباراه بيحرز هدف رائع جدا 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 في مرمى الرجاء. لما كولين النهارده جايب ثلاث اهداف هاتريك، يعني سبحان الله الانديه الصغيره، واعتبر نادي الداخليه من ضمن هذه الانديه الصغيره اللي ملهاش صيت، يعني بيجيبوا لعيبه افارقه على مستوى عالي جدا جدا جدا، بينما غالبا الانديه الكبيره ما بتنجحش في نفس الامر. الهدف الثاني للداخليه حسام باولو في الدقيقة 44 بيضيف الهدف الثاني لنادي الداخلية عشان تبقى 2-0. خلي بالكوا النهاردة 14 هدف في كام ماتش بقى؟ في أربع مباريات، يعني ما شاء الله، يعني لما بتقسم 4 على 14 بنتكلم في 3 أهداف وربع تقريبا في المباراة، يعني معدل عالي جدا جدا جدا، حاجة جميلة جميلة جميلة. الهدف الثاني كان لحسام باولو، وبعدين بيضيف بعد كده لاما كولين الهدف الثالث للداخلية عشان يتقدم الداخلية 3-0. عايز اقول لكم الداخلية طبعا بالمكسب ده قفزت الى المركز السابع برصيد 22 نقطة، فاضل لها مباراة واحدة. ده الهدف الثالث لما كولين في الدقيقة 48 عشان يتقدم الداخلية 3 أهداف، وتلات أهداف للداخلية، حاجة جميلة 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 جميلة. مش ممكن. فاضل بقول لحضراتكم للداخلية مباراة واحدة مفيش غيرها، مباراة واحدة مفيش غيرها. هو عنده 22 نقطة، بصرف النظر عن المباراة المتبقية هل ممكن يخش الدوامة؟ أقول لك بنسبة 99% هو بره الدوامة، لأن الإنتاج 13 نقطة وفاضل له مباراة، أقصايب عنده 16، الرجاء 15 نقطة وفاضل له مباراتين، أقصايب 21 نقطة، وإحنا بنتكلم في الداخلية كام نقطة؟ 22. غزل المحلة 16 مباراة، فاضل له 3 مباريات بـ9 نقط، و26 يبقى 25 نقطة، بس ما بينهم ماتش الأهلي ما تنساش. إذا أقدر أقول إنه فريق الداخلية اطمأن بنسبة 99% إن هو في الدوري العام الموسم القادم. الرجاء قلص الفارق في الدقيقة 53 للاعب طارق سالم، بقت النتيجة 3-1. لكن الداخلية فريق عنده عناصر رائعة 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 الحقيقة، منهم طبعا لاما كولين، ومنهم أحمد تمساح، وفي مجموعة مميزة جدا. وأهم ما فريق الداخلية، أهم ما في فريق الداخلية إن هو فريق بطل وليس لاعب بطل، فريق بطل عنده جماعية رائعة جدا. شوف الترتيب والأهداف، وادي الرفعة المتقنة، وادي ضربة الرأس التحفة للاما كولين، العفريت الأسود، العفريت الكروي الأسود أو الأسمر لاما كولين في الدقيقة 78 يضيف الهدف الثالث له والرابع للرجاء. بقت النتيجة الثالث له والرابع للداخلية، بقت النتيجة 4 الداخلية 1 الرجاء. عشان يحرز في ايه؟ ما تنسوش انا عامل لكم على الفيسبوك سؤال مهم جدا جدا جدا، بكره باذن الله هنعرض عليكم 3 اهداف. اولا في السؤال الرئيسي، مين تتصور في اعتقادك الفرق الاربعه اللي هتتاهل للدوره الرباعيه؟ ده سؤال، وده سؤال النهارده. والسؤال الثاني النهارده كمان، هل من وجهه نظرك الدوره الرباعيه تحتاج الى حكام اجانب ولا يحكمها حكام مصريين؟ انا حطيت لكم سؤالي ده النهارده على الفيسبوك، وجات لي تعليقات كتيره جدا، وهقرا تعليقات من حضراتكم كتيره جدا النهارده باذن الله. كل واحد هقرا له اسمه وتعليقه في الجزء الاول اللي انا فيه دلوقتي، وايضا في جزء الصحافه في الاخر ان شاء الله. امير قيصر للرجاء،
خلص الفارق في الدقيقة 85 بقت 4-2، وهذا أمر يحسب لنادي الرجاء ولرجال نادي الرجاء الحقيقة اللي بيلعبوا بإمكانيات قليلة جدا، لكن أحمد تمساح ينفرد في الدقيقة 95 ويحرز الهدف الخامس القاتل لينتهي اللقاء 5 فريق الداخلية والرجاء 2، ليصعد فريق الداخلية للنقطة 22 ويأمن بنسبة 99.9 ان هو باقي في مسابقة الدوري العام الموسم القادم. قلت